السوق الطويل في حماه وروح المدينة وتراثها وكنزها الحاضن لجماليات الحياة الشعبية، فهو اختزال لجوانب هامة من تراث المدينة وعادات وثقافة سكانها. السوق الطويل من الأسواق الشعبية والتراثية في مدينة حماه، يتوسط مدينة حماه، يصل بين حي الدباغة وشارع المرابط، طوله حوالي 500 متر، يضم حوالي 1000 محل تجاري. المحلات التجارية بتبيع كافة أنواع كافة متطلبات الأسرة السورية. قديماً كان يطلق على السوق الطويل بالمنصورية نسبة إلى بنيه المنصور محمد بن الملك المظفر تقي الدين عمر الأيوبي، حيث تم بناؤه وتجزئته إلى أقسام، كل قسم مخصص لنوع من البضائع. السوق يضم خانات الصحن والجمرك والحنة المشيدة على طراز يؤمن راحة المسافرين ويحافظ على بضائعهم، وفيه 4 مساجد وحمامان أثريان هما الحلق والأسعدي، كانا يستمدان المياه من نعورة المأمورية. السوق مغطى بسقف معدني بيأمن للزائر زيارة مريحة في الصيف بقي حر الشمس وحرارة الصيف، وفي الشتاء بيقي حر بيسقي برودة الشتاء والأمطار للزائر، بحيث أنه لما بده يتسوق بالسوق يخلص زيارته هو مرتاح. رغم تعاقب السنوات بقي سوق الطويل مركزاً نشطاً للبيع والشراء، كونه يحتوي على محلات الملبوسات الفلكلورية والشعبية والمعاصرة وبيع الأحذية والمنسوجات القطنية والمطرزات، إضافة لمحال العطارة والأعشاب والبزورية، حيث تنتثر على جنباته عربات الباعة الجوالين التي تبيع السكاكر والراحة اللذيذة. ما بعرف حالنا غير بسوق الطويل، عشت بسوق الطويل أكثر ما أعيش بأي مرحلة بحياتي. من سنة 1962 كنت بالمحل معه، والمصلحة هذه يعني لباس العربي قديم معروف، يعني يمتاز بالخرج هذا اللي هو صنع يدوي. استمد السوق اسمه الحالي من امتداده الواسع طولاً، كما يمتد عرضاً من منطقة الدباغة إلى منتصف شارع المرابط، وله مداخل عدة تصله بمعظم أحياء حماة القديمة.